السلام عليكم متتبعي قناة سير على الله. اليوم حلقة فريدة من نوعها. اليوم الكلاب كلاب المارينوا والرو. شنو هو ذاك النوع اللي عندك ايمن؟ والدوغ ارجونتا. ايوه المارينوا الاخوان، شي حاجة صداع الراس، شي حاجة اللهم بارك. اللي بغى يدري سي كلب ورا مرحبا. الحصة شحال اخي يونس؟ شحال؟ شحال؟ 200 درهم الحصة الاخوان. اللي بغى اللي بغى يدريسي الاخوان الكلب ديالو 200 درهم. اليوم الاخوان المهم غنبداو واحد لونطريما ديال الكلاب، غيبداو يعضوا. خليكم معنا ان شاء الله في فيديو، غتشوفوا الكلاب كيفاش يعضوا الاخوان في المونشيط. مرحبا. صراحة الاخوان داز حصة تدريبية نسينا ما صورناش التدريب. نسينا ما صورناش التدريب الاخوان، سمحوا لينا مرة أخرى إن شاء الله، وغادي نديرو فيديو فيه التدريب وفيه كل شيء. تلقى إيه نو 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 بارك بسالة. مرة أخرى نديرو إخوان التدريب، والله إلا نسينا معاه مع الحجر الصحي، راكم عارفين 11 بنادم تيبدي دوي بزاف وحنا نسلشو في حالاتنا. إلو كان عجبكم فيديو ديال الكلاب، هو معكم إسكوبار أو بابلو إيميليو إسكوبار. كنعاودكم فيديو ديال الكلاب، نديرو لكم كيفاش كيتدريساو وشنو خاصهم. لا وقعت شي واحد شي مشكله ولا شي حاجه، كيفاش يتبول في الزنقه ما يتبولش في الدار، كيفاش حاجه يدير لي بيزوان ديالو في الزنقه. الا وقعت لي شي حكه ولا شي حبوب ناض ليه ولا القشره ولا الى غير ذلك، ولا القراد ولا البرغوج ولا. مرحبا بكم الاخوان سير على الله. السلام عليكم.